هذا فقير على اساس شنو راح اساعده واعطيه فلوس واقول له تكفل بكل شيء وانت تصورني حلو حتى يلا. ننشر الفيديو ويطش يلا. تمام يلا تعال خويا تسمعني قاعد اقعد حبيبي اقعد شدك نايم بالشارع هنا مريض بيت ما عاد يساعدك انا راح اساعدك واتكفل بيتك وعلاجك وشنو اللي تريده انا واخوك تمام الله جاي يصور اي يصور اي والله اخويا رحم الله والديكم يلا حبيبي احنا ان شاء الله نمر عليك رجعنا هنا ارجعنا براحتك يلا يلا علام كله وين البيت مقطع الحباب يلا البيت وين يا بيت حبيبي تسمعني قوم بعد ما اعرف يعني الدواء ماكو ويجون يصورون ويروحون وكل شيء ما يعطوني الله يجزاك خير اخوي تفضل هذا وكل اللي زايد بي موجود اشكرك زين ما عرفتنا عليك انا من اهل الله انا اقتدي بشخص واحب شخص هذا الشخص كان يكرم وما يطلع وجهه يكرم والناس ما تعرفه فانا اقتدي بهذا الشخص الله يحفظك الله يوفقك الله يحفظك يلا اخوي مع السلامه الله يا اخوي الله يجزاك خير كان يقصد علي بن ابي طالب سلام الله عليك يا امير المؤمنين